السلام عليكم المشاهدين الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم المشاهدين فين ما كنتم، كي دايرين؟ لاباس عليكم الحمد لله. طلبوا ربي يهز علينا هذا الوباء، هذا الشيء اللي غنطلبوا اليوم. جيت معكم مع واحد الوصفة، غندير غدايا، جبت الفول وغادي نشاركو معاكم. ها نتوما ها جبتو، مشيت للمارشي جبت الفول غزال، هادي وقتو دابا ها هو. بغيت نشاركو معاكم، غادي نفورو اللي فيه الحبة، نعزلوه كنحطوه هكايا هنا. باش نحيدو له هاد الخيط هذا، ها هانتوما ها هكايا. كاين اللي كيكون فيه السلك، وكاين اللي كيكون فيه هذا الخيط، وكاين اللي ما تيكونش فيه. اللي غادي ندير نقطعو هكايا، ها نقطعو غير هكا رقيق هكايا، ها ها حنا سالينا الفول ديالنا، ها نتوما ها حنا قطعناه، قطعنا كله هكا رقيق طريفات، وغادي ندير له شويه د الملحة، ندري له غير شويه، شهاهي ندري له هالبرمة، درت لها هاد البابي دلامينيو باش ما تخرجليش الفوار، ندير شويه د الملحة ها هي، نقوي شاي باش ما يجيش مسوس، هاهو دابا، وبقاو معايا حتى تان، نتوما معايا حتى يطيب، ونا تيفور ونوريكم كي غندير دو، كل واحد زعما و الفول كلشي تيديرو، يعني كل واحد والطريقة ديالو. دابا ها هو الفول ديالنا طار، طار ها هو، حنا طيبناه. دابا غادي ندير هاد، عندي نص كاس ديال الزيت مخلطة البلدية والرومية، ها هي غنديرو هاد الربيع يتقلى مزيان. عندي هنايا القصبة والثومة والمعدنوس والطحونين، حتى نقليوهم مزيان، عاد حتى نقليوهم مزيان، نقليوهم عاد نديرو العطرية، عاد نديرو هاد العطرية هادي. هنايا عندي معلقه ديال، معلقه صغيره ديال التحميره، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الكمون، وعندي هنا نص معلقه صغيره ديال السودانيه، ما تنبغيش الحار بزاف، انا ما تنبغيش الحار بزاف، عندي نص معلقه ديال السودانيه، والملحه صندوق، والملحه صندوق، نقليها هنايا مزيان. هذه هنا ها هي الصغيرة،
تقلى نديرو غير تقلى نحطو عليها الفول غير تقلى نحطو عليها الفول مزيان بنا غنقلينا هانتوما ها هي طابس دابا غنديرو عليها الفول ها هو هانتوما عندينا هنا خلطة ديال الفول عندي كيلو ونص ديال الفول دابا غندير الفرشيطة ها هي نجيبو فرشيطة وغادي نديرو ليها هكا غير بالفرشيطة ها انا كل اللي تندوز ليها داير بالفرشيطة تنمعسو هكا شوية بالفرشيطة واللي بغا يخليها هكا يخليه معليش مي انا مثلا تنبغي ندير هكا بالفرشيطة نمعسو شوية شهق دابا نولي عاوتاني نشعل عليه هكايا دابا غادي ندير الشاومية ها هي دابا ندير الشاومية ها هي ندير الكمون ها هو ندير السودانية ها هي كيما تيبغي يدير الحار ما يديرش السودانية واللي تيبغي يدير الحار داكشي دابا غادي نخليوه يتقلى شوية هانتوما هاهو كملنا هذا ديالنا ها حنا وجدنا الفول ديالنا هانتوما جا غزال ما شهيتكم فيه هانتوما ها وزينتو قليت شويه الفلفله حمراء قليتها ودرت فيها الزيتون زينتها بالزيتون والفلفله هانتوما جا غزال ما شهيتكم فيه هذه هي الطريقه انا ديالي اللي تندير الفول هي هذه هانتوما واللي ما دخلش عندي يدخل مرحبا بيه واللي ما دارش ابوني يدير واللي ما شافش القناه ديالي يشوفها مرحبا بيه وما تنساونيش ديروا لي جيم جيم ما تنساونيش هاي وفيديو القادم ان شاء الله نعطيكم شي حاجه اخرى وفيديو القادم نلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم.